إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من منطلق حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن ثم فإنه مع هذا الانفتاح العالمي وتوسع الناس في الاطلاع على القنوات وعلى وسائل التقنية، فإن أهل البدع ينشرون بدعهم. وقد سبق وأن تحدثت عن حقائق الرافضة والنصيرية والإسماعيلية والدروز والزيدية وحزب البعث والعلمانية، وقبل أسبوعين تحدثت عن الخوارج، وهي موجودة في قناتي على اليوتيوب وعلى موقعي مكتوبة في الأنترنت. وفي هذا اليوم حان الحديث عن الحديث عن الصوفية. الصوفية، قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، لم تكن في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر تابع التابعين، لم تكن في القرون المفضلة، بل جاءت بعد ذلك. قال رحمه الله: ولم تكن معروفة عندهم، وليسوا منسوبين إلى أهل الصفة الذين هم فقراء الصحابة، ليسوا منسوبين إليهم، لأنه لو نسب هؤلاء إلى أهل الصفة كما قال رحمه الله لقيل صفي، ولو نسبوا إلى الصف المقدم بين يدي الله لقيل صفي، ولو نسبوا إلى أنهم صفوة الله من خلقه لقيل صفوي، وليسوا منسوبين إلى قبيلة كانت بالجاهلية تسمى بصوفة ابن مرد، لأن هذه القبيلة ليست مشتهرة. إذن هؤلاء ينسبون إلى ماذا؟ ينسبون إلى أنهم كانوا يلبسون الصوف، وكانوا يبالغون في العبادة والخوف مبالغة شديدة، ولذلك كما قال رحمه الله: خرجوا من البصرة، فلما خرجوا فإنهم انعزلوا عن الدنيا وبالغوا في العزلة عنها، إلى درجة أن الصحابة رضي الله عنهم كأسماء وابن الزبير وابن سيرين وغيرهم أنكروا عليهم، إما لأنهم رأوا أنهم قد تكلفوا في هذا الأمر تكلفاً عظيماً، أو أنهم قد أتوا ببدع. ولذلك فإنهم إذا سمعوا القرآن فإنهم إما أن يصعقوا صعق غشي أو صعق موت، وهذا لا يمدح كما قال رحمه الله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس إيمانا، ومع ذلك كانت قلوبهم قوية لما يأتي القرآن على قلوبهم، فوصفهم الله عز وجل بوجل القلوب وبدمع العيون وبقشعريرة البدن. ثم ليعلم أن هذه الصوفية لما خرجت في أول أمرها خرجت كما أسلفت لكم، وهذا هو أصل التصوف، هذا هو أصل التصوف، كحال الحارث المحاسبي وحال الجنيد ابن محمد وغير هؤلاء. ودخل ضمن هؤلاء، هؤلاء اجتهدوا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، دخل من ضمن هؤلاء أهل الأهواء والزنادقة كالحلاج وغيره. ثم قال: تشعبت الصوفية تشعباً عظيماً. إذن هذا هو أصل التصوف، ولا يمدح ولا يثنى عليه، فحال الصحابة رضي الله عنهم أكمل من حال هؤلاء. وما أحسن ما قاله أبو زرعة، أعجبتني كلمة لأبي زرعة كما في تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، أنه سئل عن المحاسبي وكتبه، فقال أبو زرعة رحمه الله، قال:
إياك وهذه الكتب وما فيها من بدع وضلالات، عليك بالأثر يعني بالدليل، فإنه يغنيك عما سواه. قالوا إن بها عبرة، فقال رحمه الله وما أجمل ما قال، قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. ثم قال: أمالك ابن أنس والثوري والأوزاعي ألفوا في مثل هذه الخطرات؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتون مرة بالحارث المحاسبي ومرة بحاتم الأصم. قال: وما أسرع الناس إلى البدع. انتهى كلامه رحمه الله. الصوفية من حقائقهم أنهم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والنصوص كثيرة في هذا المعنى. إن كانوا يزعمون أنهم إذا أتوا إلى أهل القبور واستغاثوا بهم وذبحوا لهم دون الله أنهم شفعاء لهم عند الله، فهذا هو حال كفار قريش، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتلهم، مع أنهم يقولون: نحن ما تقربنا إليهم إلا ليقربونا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولذلك أحسن رد يرد به عليهم ما ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات. الصوفية يستدلون بحديث عتبة ابن غزوان عند الطبراني، حديث: إذا ظل أحدكم بأرض فلاه وليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أعينوني فإن لله عبادا لا نراهم. هذا الحديث لا يصح، كما ذكر ذلك الذهبي وذكر ذلك ابن حجر وغيرهم من علماء الأمة. ثم لو افترض تنزلا أن هؤلاء الذين يدعون في أرض فلاه لو تنزل لكانوا الملائكة، كما جاء بذلك حديث: إن لله ملائكة غير الحفظة يكتبون كل ما يسقط حتى ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاه فليقل: يا عباد الله أعينوني. ومع ذلك فلا يغتر بمن حسنه كابن حجر، وإنما هو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بيّن ذلك الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. إذن لا يدعى غير الله، لا يستغاث بغير الله. وتبين مثل هذا في مثل هذا الزمن من أوجب الواجبات على كل عالم وعلى كل داعية وعلى كل خطيب. يمكن أن يكون الكبار في مثل هذا السن وفي هذا الزمن لا يغتروا، لكن الأجيال القادمة هم محل الخطر. يقولون: تلتقي أرواحنا بروح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يقولون إنه حي، ويستدلون بحديث: إنه حي طري. كلمة طري يقول الألباني رحمه الله، يقول: ليس لها أصل أبدا في كتب السنة، كما قال ذلك في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه. ولذلك يقولون: نلتقي به وهو حي ويتستر عن بعض الناس ويتشكل حينما يخرج بصور متعددة. الصوفية يستدلون بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقولون: نأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونطلب منه أن يستغفر الله لنا. سبحان الله. ولذلك يستدلون بقصة العتبي، قصة شهيرة عند أهل البدع ذكرها البيهقي، يستدلون بها وقد أوردها البيهقي رحمه الله في شعبه، وهو أن هذا الرجل الذي هو العتبي كان جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى أعرابي فقال: يا رسول الله، إن الله جل وعلا يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أتيتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك عند ربي. يقول العتبي، يقول: فنمت فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وقال: يا عتبي قم والحق هذا الأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. لأنه قال هذا الأعرابي لما أتى، قال: يا خير من دفنت بالقاع أعظومه فطابت
من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكينه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. فلما قالها ونام هذا الرجل أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المنام. سبحان الله، هذه قصة إسنادها مظلم، أنكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما في التوسل والوسيلة. يرؤي منام، ثم من هو هذا الأعرابي؟ ثم إن الآية في سياق المنافقين الذين أتوا إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتحاكموا إلى الطواغيت. ثم لو قيل بهذا كل من أذنب أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ قبره عيدا، وقد نهى قال لا تتخذ قبر عيدا كما في سنة أبي داود. ثم سبحان الله ماذا قال؟ ولو أنهم إذ ظلموا، لم يقل إذا ظلموا، فرق بين إذ وإذا. إذ للماضي يعني شيء وقع وانتهى في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقل ولو أنهم إذا للمستقبل، لا، ولو أنهم إذ ظلموا. ثم هي رؤيا منام، فكيف يعول عليها؟ من حقائق الصوفية أنهم يتوسلون بذوات الناس أحياء وأمواتا، ولذلك يستدلون بحديث أنس عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قحط قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتسقينا، ونتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فاستسقى. هذا ليس فيه توسل بذات العباس، لا، وإنما بدعاء العباس، وهذا من أنواع التوسل المحمود، وهو ثلاثة أنواع: أن تتوسل إلى الله جل وعلا إما باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، كأن تقول أتوسل إليك وأسألك باسمك الرحمن أو برحمتك، أو تتوسل بعمل صالح قمت به كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة في الغار، أو بدعاء الرجل الصالح، بدعاء وليس بذات، بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر كما في قصة العباس. إلا لو كان التوسل بجاه العباس فتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصوفية يشدون الرحال إلى المقابر، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. الصوفية عندهم الغناء والرقص والأذكار الجماعية التي يسمونها ابتهالات ويسمونها أذكارا، ويجتمعون بعد الصلوات في أوقات معينة، ولم يرد عن السلف أنهم فعلوا ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يجتمع الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا تابع التابعين، لم يجتمعوا على التصفيق والصفير لا بدف ولا بصوت أبدا. ولذلك عند الدارمي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال له أبو موسى: إن هناك حلقا في المسجد قبل الصلاة، وفي كل حلقة رجل يقول كبروا 100 ومعهم حصى فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، سبحوا 100. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لأبي موسى: ماذا قلت لهم؟ قال: أنتظروا جوابك. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لما أتى إليهم قال رضي الله عنه: عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا: إنما نكبر ونحمد الله ونسبح الله. فقال رضي الله عنه قال: ويحكم أمة محمد، ويحكم أمة محمد، هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون بينكم، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، فوالذي نفسي بيده لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه. ثم ذكر رضي الله عنه حال الخوارج قال: وإني لأظن أن أكثركم منهم. قال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. يقول الألباني كلاما جميلا في السلسلة، يقول: سبحان الله، هذا يدل على أن قلة العبادة على السنة خير من كثرة العمل وبه بدع. ثم قال رحمه الله قال: البدعة الصغيرة تورث البدعة الكبيرة. فانظر إلى حال هؤلاء، اجتمعوا على بدعة الذكر الجماعي فأدت بهم هذه البدعة الصغيرة التي يظنون أنها صغيرة، ف
فحاربوا المسلمين مع الخوارج. قال رحمه الله: ولم ينكر ابن مسعود رضي الله عنه عليهم أنهم يذكرون الله، وإنما أنكر عليهم لأنهم كانوا يجتمعون على الذكر بصفات معينة وبأعداد معينة. من حقائق الصوفية عندهم الكشف الصوفي، يقولون ترفع الحجب عن قلب الصوفي وإذا به يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بل إن بعضهم يترقى إلى أمر آخر، وهو أنهم يقولون الأولياء يتصرفون في الكون، بل إنهم يقولون إن لدينا من العلم ما ليس في الكتاب وفي السنة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الصوفية من حقائقهم أنهم يستدلون بحديث عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي، كان له قائد يقال له سارية ابن زنيد، وكان في العراق، وكان عمر بالمدينة وهو يخطب رضي الله عنه، نادى قال: يا سارية الجبل الجبل، يعني إلزم الجبل. فهذا الصوت أوصله الله عز وجل إلهاما من عمر، لم تنكشف له الحجب، وإنما هذا الصوت وصل كرامة من الله لعمر وإلهاما إلى هؤلاء، فلزم سارية الجبل فأنقذه الله عز وجل من الهزيمة. ولذلك قال الألباني رحمه الله: جميع طرقها لا تصح إلا طريق ابن عجلان، وليس فيها أن الحجب انكشفت له، وقد حسنها أيضا ابن كثير رحمه الله. إذن لا يعول على هذه الأشياء. من حقائق الصوفية أنهم يأتون إلى قبر الحسين بمصر، يزعمون أن القبر أو المشهد الذي في مصر هو للحسين، وليس بصحيح. ولذلك ذكرت في خطب سابقة ولمقطع متكامل ذكرت كلام شيخ الإسلام من أن الرأس الذي بمصر ليس رأس الحسين، وإنما وضعه العبيديون الفاطميون، وليس رأسه في عسقلان، لا، وإنما ما نقله المؤرخون من أن الرأس أخذ ودفن بالمدينة عند أخيه الحسن. من حقائق الصوفية أنهم يقولون: لولا محمد ما خلق الله الخلق. سبحان الله، يعارضون قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولديهم أحاديث من بينها: لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، حديث موضوع باطل، كما ذكر العجلوني في كشف الخفاء والشوكاني في الفوائد المجموعة وغيرهم من علماء الأمة. وأيضا عندهم حديث: لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار، عند الديلمي قال العقيلي لا يحفظ، وهو حديث موضوع أيضا. أيضا حديث، هناك حديث عندهم وهو: لولاك يا محمد ما خلقت الدنيا، عند ابن عساكر، وأيضا هو موضوع لا يصح. ومن حقائق الصوفية أنهم في سياق هذه الأحاديث أيضا، وذكروا الحاكم وأنكر شيخ الإسلام، قال كما في التوسل: أنكر على الحاكم أن يذكر مثل هذا الحديث، وقد أنكره البيهقي وابن كثير وابن حجر والهيثمي وغير هؤلاء. من أن آدم قال: أسألك بحق محمد، فقال الله: يا آدم ما الذي أدراك؟ قال: إنك لما خلقتني ونفخت في الروح رأيت في العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تجمع أحدا مع اسمك إلا وله منزلة. فقال: نعم، ولولا محمد ما خلقتك يا آدم. كلام باطل ولا يصح. من حقائق الصوفية أنهم يزعمون أن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أحياهما الله وأسلما ومات على الإسلام، وهذا الحديث الوارد لا يصح، بل هو موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما ورد من حديث ابن عباس من أنه قال: شفعت في أبي وفي عمي أبي طالب وفي أخي من الرضاع السعدي ليكونوا هباء بعد البعث. قال ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات: قال موضوع بلا شك. من حقائق الصوفية أنهم يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ قالوا: عندنا أدلة. ما أدلتكم؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه لما بعثه الله نبيا، وهذا يدل لأن العقيقة مرتبطة بالولادة، فدل على أن لمولده شأنا. نقول: سبحان الله، هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد والنووي
وتردد ابن حجر فيه في الفتح، وعلى افتراق صحته فلا يلزم من كونه صلى الله عليه وآله وسلم أنه عق عن نفسه أنه يحتفل أو يعظم مولده صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث هو حديث أنس في مصنف عبد الرزاق، ويميل الألباني إلى تصحيحه. الشاهد من هذا أنه ليس بدليل. ومن أدلة هؤلاء ما ذكره السهيلي من أن أبا لهب، أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمه، فلما ولد بشرته ثويبة، ثويبة جارية عند أبي لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بشرته اعتقها، فرؤيا أبو لهب في المنام كما قال عروة عند البخاري، قيل له ما فعل الله بك؟ قال بشر حيبة، يعني حال، وضبطت بشر خيبة، إلا أني سقيت بمثل هذه النقرة، وهي بين الإبهام والسبابة، سقيت بعتاقتي لثويبة. وكان ذلك يوم الاثنين. قالوا هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن مولده له منزله، وإلا ما خفف عن أبي لهب. ويقال ما قاله ابن حجر من أن هذا مرسل لا يصح، ولم يذكر عروة رضي الله عنه من حدث به، ثم إنها هي قصة منام لا يعول عليها. وأيضا من حقائق الصوفية أنهم يقولون خلق محمد من نور، وسبق وأن تحدثت عن هذا، ولي مقطع متكامل والرد على الصوفية من أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يخلق من نور، وإنما خلق كغيره، وإنما الذي خلق من نور هم الملائكة كما جاء في صحيح مسلم. أسلفت الحديث فقلت إنه لا علاقة للصوفية بأهل الصفة. أهل الصفة من هم؟ حتى يكون الأمر واضحا، شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال أهل الصفة هم فقراء الصحابة، لما هاجروا ما وجدوا بيتا ولا مأوى، فكانوا في شمال المسجد في مؤخرته، ولم يحصروا بعدد، قال يقلون ويكثرون، يصلون إلى 20 وأحيانا إلى 30 وأحيانا إلى 60 وأحيانا إلى 70، من وجد مأوى انصرف وذهب. وعدد هؤلاء ممن بقي وذهب عددهم يصل إلى 400 أو يزيد على ذلك كما قال رحمه الله. هؤلاء وهم أهل الصفة رضي الله عنهم، هؤلاء ليسوا خيار الصحابة، لا، لأن العشرة لم يكونوا منهم، لأن بعضهم يفضلهم، بعضهم يفضل أهل الصفة على العشرة المبشرين بالجنة. قال وليس فيهم من هو من أهل العشرة المبشرين بالجنة، وليسوا من أكابر الصحابة بل من جملة الصحابة رضي الله عنهم. دست دسائد في أهل الصفة تلميحا لمعتقد الصوفية، من بينها قال رحمه الله ولم يكن في الصحابة ولا في أهل الصفة ولا في غيرهم من يتخذ مسألة الناس وشحادة الناس حرفة. قال رحمه الله ولم يثبت أنهم قاتلوا مع الكفار، ولم يثبت أنهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن بعضهم يقولهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال من قال بهذا فإنه كافر ضال، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. أيضا هم يقولون في أثر لهم، يقولون لما طرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم قالوا من أنت؟ قال أنا محمد. قالوا لا مكان لك عندنا، فقال أنا محمد المسكين. قالوا إذن أدخل. قال سبحان الله، كيف يكون هذا وليس لهم مأوى واضح وبين محصور؟ ثم كيف لا يحترم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول هذا كله باطل ومن الكفر ومن الضلالات. وأيضا يلحقون يقولون في ليلة الإسراء والمعراج، يقولون هم علموا من الله حال الإسراء والمعراج ولم يعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به قال الله له لا تخبر أحدا، فلما أصبح إذا بأهل الصفة يتحدثون عما حدث في ليلة الإسراء والمعراج، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم تنهني؟ قال إني أخبرتهم، يعني قالوا هذه لنا منزلة ومزية. يقول هذا من الضلالات ومن الكفر بالله عز وجل، وإلا فكيف تكون هناك صفة والإسراء والمعراج؟ أين وقع؟ في مكة، ما وقع في المدينة، ما وقع في المدينة، وليس هناك صفة في مكة. فخلاصة القول هذا الحديث مني عن الصوفية، وبذلك أختم الحديث عن جميع الطوائف المشهورة والشهيرة. تحدثت فيما مضى عن حقائق الرافض والإسماعيلية والنصيرية والدروز
والزيدية وحزب البعث والعلمانية والخوارج، والختام هنا بالصوفية حتى يستبين لنا ما هي هذه الفرق، حتى يكون المسلم على بينة من أمره، لا سيما الأجيال القادمة. أن بيان التوحيد وبيان من ينخر في هذا التوحيد من الفرق واجب على كل عالم وداعية وخطيب أن يبينه إبراء للذمة، لأن التوحيد إذا ضعف، والآن يضعف عبر وسائل التواصل، الآن يضعف عن طريق البدع، وهذا شيء شهير وواضح وبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.